انا عندي هنا الفراخ البانيه اللي هي الفراخ الفيليه، فالفراخ هنا متقطعه رفيع بس مش قوي. التتبيله هتكون بصل، صدور الفراخ وبقسماط ودقيق ولبن رايب، بصل وبيض وملح وفلفل وزعتر وتوم بودره وبصل بودره وقرفه، حبهان وزيت للقلي، وخضار سوتيه او خضار مسلوق. انا عندي هنا كوسه وبروكلي وجزر وذره. طيب هحط معاهم شويه بصل برضو عشان بحبه قوي مع السوتيه وبشوف انه بيدي نكهه حلوه جدا جدا. عشان نتبل الفراخ بتاعتنا، اول حاجه غسلناها كويس جدا وصفيناها، بعد كده جبنا بوله حطينا اللبن الرايب، اللي ما عندوش لبن رايب يقدر يحط زبادي ويخفه بشويه ميه معاها خل او ليمون، وهحط جواهم البصل، رشه قرفه بسيطه جدا، ثوم بودره، بصل بودره، حبهان مهم جدا، زعتر فريش او مجفف براحتكم، ملح وفلفل اكيد. تمام كده، دول لازم يدعكوا كويس جدا بالايد اهو عشان انزل كل الحاجات اللي فيها. انا مش بشرى البصل رفيع عشان اعرف اشيله من على الفراخ لما اجي اشيلها من التتبيله، لاني لو رفيع قوي هيعمل لي مشكله انه هيلزق في الفراخ وبعد كده هيخلي البقسماط ينطر من عليها. هاخد الفراخ المغسوله ومتصفيه كويس جدا وانزلها هنا في التتبيله، هسيبها هنا في التتبيله قدر المستطاع، يعني لو وصلنا ل 24 ساعه في الثلاجه في علبه محكمه الغلق يبقى ممتاز جدا. بعد ال 24 ساعه او الساعتين او ايا كان قدرنا نسيبها قد ايه في التتبيله، هقوم جايبه البيض ومنزلاه عليها على التتبيله نفسها اهي، وارجع اسيبهم تاني بعد التتبيله دي او بعد البيض جوه التتبيله نص ساعه، وهاخد من التتبيله على البقسماط على طول اهو، سواء التتبيله فيها بيض او ما فيهاش مش هتفرق خالص يا جماعه، واضغط جامد قوي 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 عشان ما يبقاش فيه هوا ولا فراغات، واتاكد ان كل القطعه اخدت من البقسماط مظبوط اهو، واشيل وبعدين اخد على الزيت، زيت متوسط الحراره عشان تستوي من جوه ومن بره، ما نقلبش كتير ما نقلبش كتير. هنا عندي بروكلي وكوسه وبصل وجزر وذره حلوه، الذره الحلوه مسلوقه اصلا في العلب، الكوسه والجزر والبروكلي مسلوقين والبصل طبعا ني. نزلهم هنا، الناس اللي بتاخد بالها من وزنها تحط معلقه زيت زيتون صغيره، الناس اللي عايزه طعمه يبقى حلو ومش فارق معاها حكايه الدايت او الوزن او كده تحط مكعبين زبده، مع الزبده زعتر، بصل بودره، حبهان، ثوم بودره، فلفل اسود، ملح، اي طبعا تشكيله خضار موجوده عندكم او انتوا حابينها تقدروا تحطوها، مش لازم ابدا التشكيله اللي عندي، ونقلبه مع بعضه.